نحييكم أجمل وأطيب تحية من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة، ومع هذه الانطلاقات المسائية التي خصصت لأصحاب السمو الشيوخ نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. تابعنا انطلاقة شوطنا الأول للثنائي المحليات الأصائل، وكانت منصورة هي من تنال شرف الناموس في هذا المساء. تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا لظافر المضمرين علي بن ميل الوهيبي، ينطلق على بركة الله تعالى وتوفيق من الشوطن الثاني. ولا يقل أهمية هذا الانطلاق للثنائي الأبكار المهجنات الأصائل لأصحاب السمو الشيوخ. مسافتنا المعتادة 8 كيلومتر، نذهب مع المقدمة ومع المركز الأول الجذابة. الجذابة مع مقدمة الشوط لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري، هو من يتولى عملية التدريب والتضمير. انتقل مباشرة مع المركز الثاني، وأرى من تأتي في ثاني المراكز الشاهينية لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين، من يتولى عملية التدريب والتضمير. الدور دور المركز الثالث، وأرى مشاهدينا الكرام في ثالث المراكز في هذا الانطلاق والمسار. من تاتي مشاهدين الكرام شديدة لهجن الرياسة، من تاتي مع المركز الثالث عملية التدريب والتضمير. عيسى بن احمد بن مايد الخيلي تغير مباشرة مع المركز الاول من المركز الثالث الى مقدمة الشوط. وصول دمعة مقدمة الشوط مع المركز الاول مع الانطلاق الاول، شديدة مع المركز الثاني لهجن الرياسة. عيسى بن احمد بن مايد الخيلي يتولى عملية التدريب والتضمير. وصول هنا مثير وسط مع المركز الثالث لهجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي، يتابع انطلاق مثيره مع المركز الثالث. المركز الرابع سلام لهجن الرياسي بقيادة علي بن ميل الوهيبي، من يتولى عملية التضمير. والخمسمائة متر الأخير والجذابة مع المقدمة، الجذابة مع المركز الأول، ما زالت تجذب خط النهاية، ما زالت تجذب الناموس، سيطرت مع المقدمة، أعلنت مغادرة الشوط. يا سلام هذا الانطلاق المميز الذي تقدمه الجذابة لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري. ما شاء الله وتبارك الله على هذا الأداء المميز. ومن هذه اللحظات تهانينا والناموس لهجن الرياسة وإلى المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. لحظات الوصول، معلنة الفوز، معلنة الانتصار، معلنة الناموس. تهانينا والناموس لهجن الرياسة وإلى راشد بن محمد بالسم المنصوري. أسعد الله مساك على هذا الأداء المميز الذي قدم لنا المستحيل. تهانينا لهجن الرياسة. المركز الثاني شديدة قدمت عرض رائع ممتاز، تهاني لهجن الرياسة وتهاني لعيسى بن احمد بن مايد الخيل. المركز الثالث مثيرة من هجن الرياسة، تهاني علي بن ميل الوهيبي. المركز الرابع فادي لسمو الشيخ محمد بن المرة المكتوم، تهاني سعيد بن سالم النيبي. المركز الخامس وصلت مشاهدينا الكرام او لمح المركز الرابع لسمو الشيخ سعيد بن المكتوم راشد المكتوم، تهاني محمد مسفر القوبع. المركز الخامس كانت فادي لسمو الشيخ محمد بن المرة المكتوم. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا المساء، والتهاني والناموس لهجن الرياسة لهذا الإبداع المميز في هذا المساء. وفي انتظار التوقيت الزمني لهذا الشوط، هو شوطنا الأول للأبكار الثنائي المهجنات الأصائل لأصحاب السمو الشيوخ. في انتظار التوقيت الزمنية تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا الراشد بن محمد بالسم المنصوري على هذا الفوز والانتصار. ها هي أمامكم الإعادة أثناء وصول الجذاب إلى خط النهاية، معلنة الفوز والناموس. 12 دقيقة 55 ثانية 6 من الأجزاء. تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا لراشد بن محمد بالسم المنصوري، وهي تسجل التوقيت الأفضل في هذا المساء. تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا لراشد بن محمد بالسم المنصوري، شديدة في ثاني المراكز. 13 دقيقة ثانية و9 من الأجزاء. تهانينا والناموس لهجن الرياسة وتهانينا عيسى بن أحمد بن مايد الأخيل على هذا الفوز والانتصار بالمركز الثاني. من حلف ثالثا 13 دقيقة 6 ثواني 3 من الأجزاء، اللي هي مثيرة. تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا العلي بن ميل الوهيبي. عموما على كل حال مشاهدينا الكرام، الجذابة هي تسجل التوقيت الأفضل في هذا الانطلاق. تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا لك المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. تهانينا